كله. طيب لو هنبدأ من الأول، إحنا المحاضرة دي بتتكلم عن الريجولار ديود ومقارنته بالأيديال ديود، وأنا طبعا اتفقنا إن إحنا عندنا كذا نوع، وهنتكلم عن النوعين بس، السين والأيديال والريجولار. بالنسبة للريجولار، لو أنا عندي ديود موجود في السيركت، والديود ده مثلا متوصل هنا بمقاومه، انت عندك هنا البوزيتيف متوصل ببوزيتيف والنيجاتيف متوصل بنيجاتيف، يبقى الديود ده المفروض ان هو فورورد. نوعه ايه مش موضوعنا، حتى لو كان ايديال او كان ريجولار. فلو قلت لك ان النوع ده، لو النوع ده فور ريجولار، يبقى لازم فرق الجهد اللي حوالين الديود يوصل ل 7 من 10 عشان يوصل الكرنت. لازم فرق جهد حوالين الدوائر. طبعا انت كستودنت مالكش في مش انت اللي هتتحكم، او انت ليك انك دور انك تخليه 7 من 10، ده هو بيتباع كده تمام. بس دي كاركترستيك يعني في ريجولار دايود، ان هو لازم الفرق الجهد اللي حواليه يكون 7 من 10 عشان يبدا يوصل كرنت. طيب طالما فرق الجهد اللي حواليه 7 من 10، ده معناه ان انت لو جيت تحسب الكرنت اللي في الدايره، مش المفروض تكونسيدر فرق الجهد اللي هنا. يبقى انت عندك لو ده 10، فالمفروض 10 ناقص 7 من 10، يعني في كومبوننت اثر في فرق الجهد، اثر في الكرنت. وده معناه ان الكرنت اللي هيعدي هينقص بمقدار 7 من 10، لان ايه، في ديود تمام. فالايديال ديود لما بيكون موجود في السيركت بيعدي الكرنت زي ما هو، لو كان فورورد بيشتغل كشورت سيركت وما بيأثرش في ايه، في قيمة الكرنت اللي موجود. لكن لو الديود اللي موجود عندي ريجولر، فهو بيأثر في قيمة الكرنت، وهو بيقلله بإيه؟ بقيمة 7 من 10، أو بيقلل الفولت بقيمة 7 من 10. طيب طبعا ده شكل الكاركترستيك كيرف بتاع ده شكل الكاركترستيك كيرف بتاع الديود في حالة الريجولار، ده في حالة الفورورد. لو الديود فرق الجهد اللي حواليه كان اقل من 7 من 10، مش هيبقى فيه كارنت في السيركت ولا هيبقى فيه كارنت في الديود. لازم الفرق الجهد اللي في الديود يوصل لاكبر من 7 من 10، ساعتها بيبقى فيه كارنت في الديود وكارنت في السيركت. ده الكاركترستيك كيرف بتاع الريجولار ديود في حاله الفورورد. في حاله الريفرس، المفروض ان في حاله الريفرس ما فيش كارنت خالص، لا في كارنت ولا في فولت، بس هي في كاركترستيك زياده، هو ان هو عنده قيمه معينه من يعني لو انت فضلت تزود البطاريه اللي موجوده عندك، بيبدا يبقى في فرق جهد حوالين الديود. يعني المفروض ان احنا متفقين ان الديود لما يبقى موجود في السيركت وهو متوصل ريفرس، خلاص مش هيبقى فيه كارنت، لا في فولت ولا في كارنت خلاص. بس في كاركترستيك خاصه بالريجولار ديود، هو ان هو لو انت زودت الفولت بتاع البطاريه عند قيمه معينه هيبقى في كارنت، هيبقى في كارنت زي ما هو واضح كده. هيبقى في كارنت، ولكن ايه، بعدها الديود هيبدا يتحرق. طبعا دي فيتشر غلسه وغريبه ومريبه، بس دي ايه، دي فيتشر في الريجولار ديود. انت طبعا احنا مش مهتمين خالص بالكاركترستيك كيرف ده، غير انت تبقى عارف ان ايه، ان هو في حاله الريفرس بيشتغل كانه اوبن سيركت، لكن في حاله الفورورد بيشتغل كان انت بتشيل وتحط بداله بطاريه. طيب خلينا ناخد مثال ونشوف، مثلا مثال زي كده، بتهيألي ده لو كنتوا خدتوا الشيت بتاع الايديال. دكتور نعم. انت المحاضره اللي فاتت اللي كانت امبارح شرحتي لكشر 12، والنهارده لكشر 14، لكشر 13 فين؟ لا، 12 دي السيمي كوندكتور، حلو. يعني الارقام بالنسبه لي انا 12 سيمي كوندكتور، 13 ايديال ديود، 14 ريجولار ديود. طيب ده ريجولر ولا لانه مكتوب ده في ريجولار. الديود؟ احنا دلوقتي لا احنا دلوقتي ريجولار، اللي انا بشرحه دلوقتي ريجولار ديود، اللي هي المفروض لكتشر 14. بعدين حنرجع للكتر 13، لا لأن الكتر 13 بسجل مكتوب فيه. المحاضرة، بسجل المحاضرة، وما ينفعش ان احنا نقعد نسأل اسئلة غريبة كده يا حبيبي. احنا دلوقتي شرحنا لكتشر 12 و13، ودلوقتي بنشرح لكتشر 14.
انت كنت موجود معانا امبارح في المحاضرة؟ ايوه بس تمام طلعت في النص. ماشي. اللي احنا كنا بنشرحه امبارح اسمه، سيبك من الارقام، اللي احنا بنشرحه امبارح اسمه ايديال داوي، دي انا مسميها بلاك بورد ليكتشر 13. تمام، لو انت عندك مشكله في الارقام مش مشكله، انا عامله سيمي كوندكتور، ايديال داود، ريجولار داود، شرحنا سيمي كوندكتور، شرحنا ايديال داود، دلوقتي بنشرح ريجولار داود، فاحنا مش هنرجع لورا، احنا شرحنا كل اللي موجود على البلاك بورد. تمام، تمام. طيب دلوقتي لو احنا خدنا مثلا مثال زي كده وعايزين نعرف ازاي مثلا يعني نحل مسائل على الايديال ديود، وازاي الايديال ديود، الريجولار ديود قصدي، وازاي الريجولار ديود يبقى موجود في السيركت ويأثر على الكرنت او الفولت اللي موجود. طيب هو هنا مثلا مديني 2 ديود وقال لي هات لي قيمه الكرنت اللي هنا وقيمه الفولت اللي هنا. تمام، وطبعا احنا متفقين من المحاضره اللي فاتت ان لو جالي اكتر من ديود انا مش هقدر اعرف بشكل مباشر الديودز دي متوصله فورورد ولا ريفرس، فانا مضطر اعمل حاجه اسمها اسامبشن. تمام، فبنضطر نعمل اسامبشن لو انا عندي اكتر من ديود موجودين في السيركت. انا عندي هنا 2، فانا عندي الاسامبشنز او الاحتمالات، او ممكن اعمل كام فرض، ممكن اعمل 4 فروض، وهو ان الاثنين ديود اون او الاثنين ديود اوف، او واحد اون واحد اوف، او واحد اوف واحد اون. فهنعمل اسامبشن دلوقتي، بس عايزه اعمل واحد منهم يعني. بس عايزه هنت بس حاجه، ان انا بيقول لي هنا يوزنج الكونستانت فولتج دروب دايود موديل. ايه الكونستانت فولتج دروب دايود موديل؟ اللي هو الريجولار دايود. تمام، فيا اما اقول لك في السؤال ان هو ريجولار او ان هو كونستانت فولتج دروب، الاثنين واحد يعني، الاثنين اسمين لنفس الايه، لنفس الحاجه. فكونستانت فولتج دروب يعني بيدروب فولتج بقيمه كونستانت قيمتها 7 من 10، مش محتاج يقول لك، خلاص. بيدروب الفولت اللي موجود بقيمه كونستانت قيمتها 7 من 10. فخلينا نشوف كده دلوقتي، انا عندي 2 ديود فالمفروض اعمل كذا اسامبشن، خلينا اعمل اسامبشن معين، ولنفرض مثلا ان انا هعمل اسامبشن اون واون، وطبعا هنا في يعني هنحاول نعمل اسامبشن واحد اللي هو هيطلع صح في الاخر عشان بس الوقت. طبعا انت في الامتحان بيبقى قدامك 4 احتمالات. طيب خليني اشوف مثلا الاحتمال الاولاني اللي هو الديود الاولاني اون والديود الثاني اون، هنعمل ايه؟ طيب مبدئيا انا بقول ان الديود اللي داخله، او يعني الديود بينقص اللي داخله 7 من 10، خلاص. فلو احنا حاولنا نبص على الديود هنلاقي ان الديود ده كده، لو كان داخل له 5 يبقى الرقم ده يبقى اسمه 4 و3. ايه اللي حاصل؟ 4 و3، لان الديود ده ماله بينقص 7 من 10. يبقى دايما كلمه، خد بالكم ان انا بقول فين اللي داخل له وفين اللي خارج منه. اللي داخل له انا كده في اتجاه السهم، في اتجاه السهم ده كده الاوتبوت، هيبقى ده الاوتبوت هنا. تمام، فلو انا عندي ديود بالمنظر ده زي ما انتم شايفين كده، النقطه في اي هي اللي داخله للديود، والنقطه اللي تحت دي الجراوند هي اللي ايه، خارجه من الديود. طيب لو انت عارف ان النقطه اللي خارجه من الديود هي الفي جراوند او الجراوند، وطبعا دي قيمتها بزيرو، يبقى الفي اي بكام؟ انا عندي قيمه هنقص منها 7 من 10 هتديني زيرو، يبقى القيمه دي كانت بكام؟ لو عملتها بالماس كده، رقم ناقص 7 من 10 يديني زيرو، يبقى الفي اي بكام؟ صفر سلام. 7 من 10 صح؟ ايوه يبقى الفي اي هتطلع ب 7 من 10، خلاص؟ ف بنعرف ازاي اللي داخل من اللي خارج من ايه؟ من اتجاه السهم، اتجاه السهم بتاع الديود. ده كده اللي خارج من الديود، ده الاوت وده الان. طيب انا عرفت دلوقتي قيمه الفي اي. لو انت حاولت تبص للديود التاني، طب احنا متفقين ان الديود ده اون والديود ده اون، يعني التو دايودز موجودين عندي في السيركت، مش هتشيلهم وتحط لهم اوبن سيركت ولا حاجه، موجودين. طيب لو انت عندك دي في اي، النقطه دي اسمها في اي، النقطه دي اسمها في مثلا،
والنقطة في ايه هي النقطة اللي داخلة للديود التاني، والنقطة في هي النقطة اللي خارجة منه. لو انت عارف ان اللي داخل بسبعة من عشرة واللي داخل انت هتنقصه سبعة من عشرة، يبقى الفي بكام؟ الفي ايه بسبعة من عشرة، صفر. والديود بصفر، والديود بينقص اللي داخله بسبعة من عشرة، يبقى الفي بكام؟ بزيرو، لان انت عندك سبعة من عشرة نقص منها سبعة من عشرة هيديك زيرو. خلاص، احنا ايه اللي بنعمله دلوقتي؟ ان احنا بنحاول نجيب قيمة الفاليوز اللي هي الاي والفي والحاجات دي اللي هو عايزها. واول حاجة احنا عملناها ان احنا عملنا اسامبشن واحد من الاربعة اللي احنا مش عارفين هما مين فيهم اللي صح. فبنبدأ نمشي مع القيم ونبدأ نشوف نمشي ورا الاسامبشن. بما ان احنا عاملين اسامبشن اون وان، يبقى التو دايودز موجودين، ابدأ اشوف اللي داخل واللي خارج من الديود الاولاني واللي داخل واللي خارج من الديود الثاني، وابدا اجيب قيم. طيب جبت قيمه الفي ايه وجبت قيمه الفي، عظيم، هو اصلا عايز الفي. طيب عايز ايه تاني؟ عايز الاي او عايز الكرنت اللي بيعدي في الديود الاولاني. طيب مبدئيا لو ركزت كده هتلاقي ان انت عندك هنا كرنت جه اتجزأ على البرانش ده والبرانش ده. عرفت منين ان الكرنت ده هو اللي اتجزأ مش دول اللي راحوا ليه؟ انت عندك هنا ده زائد 3 وهنا ناقص 3، يبقى ايه؟ يبقى ده الاصلي، يبقى ده الكبير. انت عندك التوتال جه اتجزأ على حاجه هنا وحاجه هنا، وده زيرو، دي زيرو، ودي سالب 3، يبقى الزيرو وسالب 3 اقل، يبقى الاصل ايه؟ الثلاثه جت اتجزأت على البرانش ده والبرانش ده. تمام؟ طيب معايا دلوقتي انا كده خلاص عرفت ان انا كان عندي كارنت اصلي، كارنت اصلي جه اتجزأ هنا وهنا، فانت عندك ده اسمه اي توتال، وده الكارنت اللي ماشي في البرانش ده هنسميه اي مثلا 2، والكارنت اللي بيعدي في الدور الاولاني اسمه اي 1. عايز اجيب قيمه اي 1 يبقى لازم اجيب اي توتال واي 2، لو جبت الاثنين هطرحهم من بعض هيديني اي 1. تمام؟ لان انا اصلا عندي ايه؟ اي توتال بيساوي اي 1 زائد اي 2، عشان اجيب دي هتبقى اي 1 بيساوي اي توتال ناقص اي 2. طيب اجيب اي توتال ازاي واجيب اي 1 ازاي؟ الكرنت بيساوي الفي على ار. لو انت عايز تجيب الكرنت في البرانش ده اللي هو الاي توتال، يبقى اللي داخل ناقص اللي خارج على قيمه المقاومه، اللي داخل 3 واللي خارج في ايه، وقيمه المقاومه 5، يبقى عندك 3 ناقص في ايه على 5، واحنا اصلا كنا جايبين الفي ايه ب7، يبقى 3 ناقص 7 من 10 على 5 هيديني قيمه الايه؟ الاي توتال. معايا؟ جبت لغايه دلوقتي الاي توتال، عايز اجيب الاي 2، الاي 2 هو الكرنت اللي بيعدي في البرانش ده، يبقى برده ممكن يساوي الفي على ار، او بيساوي اللي داخل ناقص اللي خارج على قيمه المقاومه. فانت ممكن تقول الفي اللي داخل، هو طبعا بما ان الديود والمقاومه سيريز مع بعض، فانت ممكن ايه تجيب الكرنت اللي بيعدي في المقاومه بس عادي. فلو عايز اجيب الاي توتال هيها الكرنت اللي بيعدي في الديود الثاني والكرنت اللي بيعدي في المقاومه 10، لان هما الاثنين سيريز، فاجيب الاي توتال من الكرنت اللي بيعدي في المقاومه 10. الكرنت بقى بيساوي ايه؟ اللي داخل ناقص اللي خارج، اللي هو الفي ناقص 3 من 10، يبقى عندك في ناقص ناقص 3 على 10، اللي هو اللي داخل ناقص اللي خارج على 10، هيديك في الاخر 3 من 10. يبقى انا جبت كده، جبت الاي توتال وجبت الاي 2. اقدر اجيب الاي 1 ولا لا؟ اطرحهم من بعض هيديني رقم. واقف على كده يعني، واقف شويه. ايه اللي حاصل؟ انا كده جبت قيمه الفي وكده جبت قيمه الاي، ده الحاجه اللي هو عايزها. هل الاسامبشن اللي انا فيه ده صح ولا غلط؟ انا ما اعرفش، انا عامل اسامبشن ان الديود الاولاني اون يبقى لازم الكرنت اللي فيه يكون بوزيتيف، وعامل الاسامبشن ان الديود الثاني اون يبقى لازم الكرنت اللي فيه يكون بوزيتيف. ايه اللي حاصل؟ الكرنت بتاع الديود الاولاني ب 16 من 100 يعني بوزيتيف، وانا عامله اسامبشن ان هو اون، يبقى لغايه دلوقتي صح. طب الديود الثاني الكرنت بتاعه 3 من 10 وانا عامله اسامبشن ان هو اون، يبقى ايه؟ يبقى دلوقتي لغايه دلوقتي خلاص ان الاسامبشن كله صح. تمام؟ طبعا احنا اتفقنا بعرف الاسامبشن بتاعي صح ولا لا. لو انت عامل اسامبشن ان الديود اون بتبص على الكرنت، لو انت عامل اسامبشن الديود اوف بتبص على قيمه الفولت، ان الفولت ايه؟ هل هو بالسالب ولا لا؟ تمام.
فبما ان احنا عاملين الاثنين اون فلازم ابص على قيمه الكرنت، هل الاثنين اكبر من الزيرو ولا لا، هل في قيمه للكرنت ولا لا. فلقينا الاثنين اون ولقينا الاثنين كرنت اكبر من البوزيتيف، يعني يبقى خلاص الاسامشن ده صح. ده كان مثال واحد بس. طبعا انتوا لما تاخدوا في سيكشن هتاخدوا امثله كتيره، والدنيا ان شاء الله يعني ما فيش حاجه. انا كان المحاضره دي كانت المفروض تبقى اطول من كده، بس ايه بخف عليكم، هناخد محاضره كمان على الدايودز. كنا نقف بس ايه يعني، كنت هشرح المحاضره الجايه في الوقف هنا، بس كنت عايزه اخفف عليكم يعني. فالجزء الثاني من المحاضره هنا، ان احنا طبعا اتفقنا ان في بعض الاحيان انت ممكن توصل الديود ببطاريه، تمام، وبطاريه تكون دي سي. دي سي يعني ايه؟ يعني ليها قيمه اسمها 10، فبعرف ان ال10 دي بوزيتيف، والاقي البوزيتيف متوصل بالبوزيتيف، يبقى الديود ايه فورورد. ولكن انا ممكن البطاريه دي نفسها تبقى alternating، يعني ممكن تبقى عامله زي كده، ممكن تبقى مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، مره بوزيتيف ومره نيجاتيف. دي معناها ايه؟ ان الدايود ممكن يشتغل فورورد ممكن يشتغل ريفرس في نفس الوقت، مش هي مش في نفس الوقت، في نفس السورس، ولكن هي مع ايه، مع اختلاف الوقت. ليه؟ لان انت بما ان الكرنت سورس ده الترنيتنج، يعني مره هيبقى فيه بوزيتيف ومره هيبقى فيه نيجاتيف. فلما يبقى فيه بوزيتيف هلاقيه متوصل بالبوزيتيف هنا، يبقى الدايود ده اشتغل فورورد. ولما تيجي القيمه بتاعت الفولتج سورس تبقى نيجاتيف، يبقى الدايود ده في الاخر هيشتغل ريفرس. يبقى في بعض الاحيان ممكن السورس بتاعك يبقى الترنيتنج او ممكن يبقى اي سي، وفي الحاله دي الديود هيشتغل فورورد وريفرس في نفس المساله، تمام. عايزين نشوف مثلا مثال على كده. طبعا المثال ده احنا كنا حلناه المحاضره اللي فاتت بالايديال، وعرفنا الاوت ممكن يبقى عامل ازاي، وعرفنا ان انا لو عندي ديودز، ده ديود سيرس مع ديود هنا، فالسيجنال اللي داخله للديود ده هتخرج هتبقى هنا، والاوتبوت ده هيدخل هو على الديود ده، ودول هيطلعوا لي اوتبوت تاني. يعني لما بيكون عندك سيرس ديود سيرس مع بعض، الانبوت بيدخل على الديود الاولاني، نسمي ده الديود الاولاني، وبيطلع لي اوتبوت. الاوتبوت ده بيدخل على الديود التاني او الجزء التاني السيرس معانا، والجزء الثاني بيطلع لي ايه الاوتبوت. بعتبر طبعا الاوتبوت ده هو الايه الاوتبوت النهائي، ماشي. فنحل مثلا مساله زي دي ازاي، جيفن ان الديود اللي انت شايفهم دول كلهم كلهم ريجولار. طيب مبدئيا احنا اتفقنا ان انت لو انت شغال اي سي، يبقى المساله بتاعتك بتقسم جزئين، ان انت بتقول انا هعمل ايه لو السيجنال بتاعتي كانت بوزيتيف، وهعمل ايه لو السيجنال بتاعتي كانت نيجاتيف. يعني بحل المساله على جزئين، وفي الاخر برسم السيجنال ايه الاوتبوت. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايز بس مكان فاضي، اتمنى يكون في مكان فاضي. طيب لو انا عندي هي كان شكلها عامل ازاي كده اهو. لو انا عندي الديود ده كان داخل له ساين ويف دي 10، ونفرض ان هي 10 ودي سالب 10، والجزء ده كان بوزيتيف وده كان جزء نيجاتيف. الجزء البوزيتيف دخل على الديود هنا، يبقى الديود ده هيشتغل ايه؟ الديود الاولاني او الجزء الاولاني اللي انا شاورت عليه هيشتغل فورورد، لان انت عندك البوزيتيف متوصل بالبوزيتيف. فشكل السيجنال هتبقى عامله ازاي؟ هتخرج ايه؟ هتخرج، يعني مش هتبقى مش موجوده، لا فورورد، يعني هيطلع لي اللي دخل. بس الفكره بما ان احنا دلوقتي في محاضره الريجولار ديود، يبقى الديود هينقص اللي داخله بسبب من 10. انت عندك لو قيمه البيك سيجنال كانت ب 10، ده يبقى كام؟ 9 و3، تمام. ده شكل الاوتبوت اللي هيطلع في جزء الايه البوزيتيف. طيب هنيجي بقى على الجزء ده، دخل على التو دايودز، واحد بارل تو دايودز، تمام. انا كان عندي سيجنال دخلت على الديود ده، الديود ده طلع لي الاوتبوت ده، ماشي. حد معايا؟
معاك ايوه يا دكتور. تمام. دلوقتي انا كان داخل لي ساين ويف، دخلت على الدود الاولاني، طلعت لي اوبوت، طلعت لي 9.3. ليه؟ لان هي ريجولار، او الدايود ده نوعه ريجولار، فاكيد طبعا لازم ينقص اللي داخله. طيب الاوتبوت ده بقى، الاوتبوت ده هدخله على الدايود او الجزء الثاني السيريز في السيركت اللي هو ده. اصلا الجزء ده عباره عن 2 بارلل، يبقى ايه اللي هيحصل؟ السيجنال دي هتدخل على الدايود ده وهتدخل على الدايود ده، وفي الاخر الاوتبوت هجمعها. تمام. طيب الجزء ده بوزيتيف، طبعا المفروض ان هو السهم جاي كده، يعني هو جاي كده. تمام. البوزيتيف متوصل هنا بالبوزيتيف، والبوزيتيف ده متوصل هنا بالنيجاتيف، يبقى الديود ده هيشتغل فورورد والديود ده هيشتغل ريفرس. تمام. لو انت عندك 9.3 دخلت على ديود هيشتغل فورورد، يبقى هيعمل فيه ايه؟ هيعمل فيه نفس اللي ده عمله، هينقص ب7/10. يبقى كان معاك 9.3 دخلت على ديود فورورد، يبقى هتعمل ايه؟ الاوتبوت هيبقى 9.3 نقص منها 7/10، هتبقى تقريبا 8.6. يبقى انا نقصت 7/10 مرتين. تمام. طيب السيجنال دي زي ما احنا شايفين كده دخلت على الديود اللي تحت برضو في نفس الوقت، اللي هما الاثنين بارل. الديود اللي تحت انت موصل البوزيتيف بالنيجاتيف، يبقى هيشتغل ريفرس، يبقى مش هيطلع حاجه. تمام. فالسيجنال اللي هيطلعها هتبقى عامله كده زيرو. يعني هتيجي تجمع بقى الزيرو دي مع دي، ال 8 و6 مع الزيرو هيديك 8 و6. تمام. فلو احنا جينا هنا، ده الجزء البوستيف دخل، يعني ده الجزء البوستيف دخل على ال السيركت الكبيرة اللي عندي، نقصت مرتين، ال10 نقصتها ب1.4، نقصتها مرتين، مرة 7 مرة 7، فادتني في الآخر ايه؟ 6.3. تمام. ده شكل الايه؟ الاوتبوت لما انا كنت لما انا كنت في الجزء البوزيتيف. تمام. بعد كده يخش لي الجزء النيجاتيف، هيدخل على السيركت، عايزين نعرف هيطلع لي الزيرو ده ليه؟ ليه اشمعنى زيرو يعني؟ طيب انا دلوقتي داخل لي الجزء النيجاتيف من السيجنال، نيجاتيف دخلت على الديود الاولاني. الديود الاولاني اصلا شغال ايه عندك؟ سالب، متوصل بالموجب. فايه اللي حاصل؟ السالب متوصل بالموجب، يبقى الديود الاولاني هيشتغل ايه؟ الديود الاولاني هيشتغل ريفرس، يعني اللي داخله مش هيطلعه. يبقى شكل الاوبو سيجنال هتبقى عامله زي كده. طبعا هنا ماليش دعوه باللي هنا، سوري. نمسح. شكل الاوبو بتاعه يبقى برضو زيرو، لان هو ريفرس، الديود ده ريفرس، فاللي دخله مش هيطلعه، فهيطلعوا لي زيرو. يبقى ده شكل الاوبو بتاعي بتاع الديود الاولاني. طيب لو انا داخل لي سيجنال فيها زيرو، دخلت على ديود بارلل مع ديود تاني، هي هتفرق؟ انا داخل لي زيرو، ماشي، داخل لي زيرو، دخلت على ده زيرو، ده خليه بوزيتيف. البوزيتيف دلوقتي دخل على البوزيتيف وده نيجاتيف، البوزيتيف دخل مع البوزيتيف هيشتغل فورورد، اللي داخله اصلا هو صفر. بالنسبه مثلا اللي هنا بوزيتيف، ده سالب، هيشتغل ريفرس، فاللي داخله مش هيطلعه. ففي الاخر شكل السيجنال هتبقى ايه؟ هتبقى صفر. ايه هو الصفر؟ شكل الاوتبوت سيجنال من التو دايودز. تمام. دي ايه؟ ان انا لو داخل لي الجزء النيجاتيف هيطلع لي جزء صفر. يبقى في حالة السيجنال لما بتكون اقل من زيرو هيبقى الاوتبوت بتاعي كام؟ الاوتبوت بتاعي هيبقى زيرو. دي طبعا شكل الترانسفير فانكشن. تمام. هي كده المحاضرة خلصت. فانا عايزة اعرف، يعني انتوا، يعني انا مش حاسة ان المحاضرة تقيلة، فهل يعني انتوا ايه اللي فهمتوه؟ لو في حد في حاجة مش فاهمها يقول عادي وانا اعيدها، لان انت المفروض تفهم هنا
يعني في فرصة انك تفهم هنا اكتر من السكشن، لان السكشن المفروض ان هو بيفترض ان انت فهمت في المحاضرة. فحد عنده مشكلة او يعني ممكن اعيد يعني، سواء كان الاي سي او الدي سي. ها، في حد عنده سؤال؟ يا دكتور معلش تدينا مسألة كده، اديك ايه؟ مسألة يعني بدل تكون اديك أمثلة مسألة زي تحلها؟ دلوقتي. لا مش لاقي أنا يعني كده أحلوها هنا. يعني دلوقتي يعني في المحاضرة قصدي، اديك مسألة ولا حل مسألة كمان؟ ده حل لي مسألة يعني كمان. اديك مسألة، حل مسألة كمان. طيب الله. شوف بس، عشان شغالة من الموبايل، فأي مسألة تانية موجودة على الكمبيوتر دي واحدة بس. شيت مثلا ندي من السؤال الأولاني في الشيت. طيب لو أنا مثلا عندي واحدة واحدة كده، لو أنا عندي ساين ويف دخلت على ديود بالمنظر ده، ده سؤال، ده سؤال بس يعني، ده كده سؤال لوحده. الأوتبوت سيجنال بتاعتي تبقى عاملة إزاي؟ ده ولنفرض مثلا دي بـ10 ودي بـ-10 ودي بوزيتيف ودي بنيجاتيف، الأوتبوت سيجنال تبقى عاملة إزاي؟ يعني لو أنا اللي هجاوب يعني، طيب ده الجزء البوستيف من السيجنال، البوستيف متوصل بالبوستيف، فالديود في الحاله دي هيشتغل ايه؟ هيشتغل فورورد، فاللي داخله هيطلعه بس هينقصه 7 من 10، فدي دي هتبقى اسمها 9 و3. تمام؟ الجزء النيجاتيف هيبقى داخل، الجزء النيجاتيف هيبقى داخل، فانت عندك نيجاتيف متوصل بالبوستيف، هيبقى ايه؟ هيبقى الديود في الحاله دي شغال ريفرس، فاللي داخله مش هيطلعه. بس ده كده شكل الاوتبوت ساين ويف اللي ممكن تطلع لي لو دخلتها على ديود واحد. تمام. تمام يا دكتور. تمام، ممكن ندي مثلا سؤال تاني. لو حصل وكنت مدخلة مثلا برضو عندي ساين ويف، دخلت على مثلا 2 ديود سيريز مع بعض، دي موجب ودي سالب ودي 10 ودي سالب 10، ايه اللي هيحصل؟ السيجنال دي تدخل على الديود الاولاني هيتصرف فيها ويطلع اي حاجه، وبعدين الناتج بتاعه هيدخل على الديود ده، والديود ده هيبقى ايه؟ هيشتغل عليه. فلو فرضنا المسألة بتاعتنا طبعا دلوقتي كأنها المسألة اللي فاتت بس متكررة، انت كان عندك 10 دخلت على ديود، الديود ده البوستيف متوصل بالبوستيف، يبقى الديود هيشتغل في الجزء البوستيف ايه؟ فورورد ولا ريفيرس؟ فورورد. فورورد، فاللي داخل له هيطلعه بس هيطلعه بايه؟ بناقص 9 و3. تمام؟ طيب الجزء السالب هيدخل على الديود الاولاني، كل ده في الديود الاولاني، الجزء السالب بيدخل على الديود الاولاني، هيشتغل الديود الاولاني هيشتغل ايه؟ ريفيرس، لان السالب متوصل بالموجب، فالاوتبوت بتاعه هيبقى كده. تمام، هيجي بقى الاوتبوت اللي انت شفته ده، اللي انا لسه مطلعاه ده، هيدخل على الديود التاني، كأن دي الساين ويف الانبوت بتاعتي. هيعمل بقى فيها ايه الديود؟ يعني انا عندي جزء بوزيتيف متوصل بديود، والديود ده الجزء البوزيتيف بتاعه، بوزيتيف متوصل بالبوزيتيف، يبقى هيشتغل فورورد، يبقى هيطلع لي اللي موجود بس هنقصه 7 من 10، دي هتبقى 8 و6. طيب
هيجي الجزء النيجاتيف، الجزء النيجاتيف الدايود هيشتغل فيه ايه؟ ريفيرس. ريفيرس يعني مش هينقص بحاجه، ريفيرس. فدي هتبقى بزيرو. فدي بالنسبه للمساله دي، لو انا عندي اتنين سيريز مع بعض هيبقى ده شكل الاوتبوت. طيب طيب يا دكتور، 8 و6 جات منين؟ طب انا اشتغلت منين دلوقتي؟ انت عندك اتنين ديود، تمام. السيجنال الاصليه، دخلت على الديود الاولاني، اتعامل معاها ان هو بينقص اللي جاي له 7 من 10، هينقص الجزء البوزيتيف بس، هينقص ال10 ب7 من 10، تبقى 9 و3، تمام. هتبقى السيجنال دي بقى، دي اللي هي لسه 9 و3 احنا مطلعينها ده، اهي هتدخل على الديود التاني. السيجنال دي تدخل على الديود التاني، الديود التاني داخل له سيجنال، هو شغال فورورد في حالة البوزيتيف، هينقصها ب7 من 10، يبقى 9 و3 هينقصها ب7 من 10، هتبقى 8 و6. فهو ال 8 و6 جت من 9 و3، نقصت هي كمان ب 7 من 10 عشان في ديود كمان. هي ال يعني ايه، ممكن ممكن اعمل كده. بص، انت عندك سيجنال دخلت على الديود الاولاني والديود التاني. الديود الاولاني ده طلع لي سيجنال عاملة كده 9 و3. 9 و3 دي دخلت على الديود التاني، الديود التاني ده راح مطلعها لي 8 و6. يعني كده واضحة شوية، يعني ان ده الديود الاولاني، ده الانبوت وده الاوتبوت. الاوتبوت جه منين؟ انت بتاخد الاوتبوت بتاع اخر ديود. السيجنال دي دخلت على الديود ده طلعت لي السيجنال دي، السيجنال دي دخلت على الديود ده طلعت لي السيجنال دي، تمام كده؟ يعني اطرح من اخر سيجنال، ايه بتقول ايه؟ اطرح من اخر سيجنال دخلت من عندها بالنسبه للديود لا، الثاني. هو ما فيش حاجه اسمها انت بتطرح في اخر، احنا بنطرح في اخر سيجنال بالنسبه للمساله اللي احنا شايفينها دي. انت ممكن الديود اللي في الاخر، الديود التاني ده يكون ريفيرس، فاحنا مش هنطرح اصلا. انا بكلمك يعني بالنسبه للمساله دي، الديودز اللي ممكن تبقى موجوده عندك في المساله يا اما تكون سيريز يا اما تكون بارل. ولو سيريز فهي ممكن تشتغل زي ما انت شايف كده بوزيتيف، يعني فورورد، وممكن تشتغل ريفيرس، ففي كومباينيشنز كتيره، فاهم؟ انا دلوقتي بديك مساله سيريز والاثنين شغالين فورورد، ممكن اجيب لك مساله زي كده، اقول لك عندك ساين ويف اهي، وواحد بوزيتيف والتاني عكسه، تمام. فيبقى عندك السيجنال دي هتدخل على الدوت ده، الدوت ده هيشتغل معاها فورورد، فهينقص ال10 9 و3 عادي. طب التسعة وتلاتة دي لما تدخل على الدود التاني مش هيعمل حاجة، لأن هو أصلا ريفيرس، فهتطلع على زيرو. فاهم حاجة؟ مفهوم مفهوم. يعني أنا مش اسمها بطرح من آخر ديود، لا، بطرح بآخر ديود دي لو هو الديود ده فورورد. يعني أنا بالنسبة بتختلف من مسألة لمسألة، يعني الديود فورورد بنقص، أو الديود يعني السالب بالسالب والموجب بالموجب بنقص. لو هو مش سالب بسالب بالموجب بالموجب، بسيب يعني اللي داخل لي بنجلكته، يعني 9 و3 بشيلها خالص وتبقى صفر، مش بنقصها 7 من 10، بشيلها خالص. طيب خليني مثلا ادي مثلا مسألة زي كده. لو انا عندي 2 ديود ريفيرس، ايه اللي هيحصل؟ انا عندي ده موجب وده سالب، وده سالب وده موجب. بالنسبة للجزء البوزيتيف بتاع السيجنال، ايه اللي هيحصل؟ الجزء البوزيتيف متوصل بالديود
ريفيرس هيشتغل ريفيرس صح كده، فاللي داخله مش هيطلعه. فهو الديود الاولاني بالنسبه للجزء البوزيتيف هنخلي الاوتبوت هنا هيبقى زيرو تمام. طب بالنسبه للجزء النيجاتيف هتلاقي ان السالب متوصل بالسالب، فالديود الاولاني بالنسبه للجزء السالب من السيجنال هيشتغل ايه؟ فورورد. يبقى اللي داخل له هينقصه بكام؟ ب7 من 10. فدي هتبقى دي لو سالب 10 هتبقى 9 و3 بس بالسالب تمام؟ تمام. طيب السيجنال دي، السيجنال دي اللي انا لسه مطلعاها لو دخلت بقى على الديود الثاني عادي برضو انا همشي واحده واحده. انت عندك دلوقتي الصفر ده، ولو فرضنا ان الصفر ده بوزيتيف وهنا ده نيجاتيف، الديود ده سالب وده موجب، انا عايزه ارسم سيجنال فيها جزء موجب وجزء سالب. الجزء اللي هو الصفر ده دخل على السالب معاك موجب متوصل بالسالب هيبقى، او هو اصلا الصفر يعني هيشتغل ريفيرس او مش هيعمل فيه حاجه، نطلعه زي ما هو لان هو صفر. طيب بعد كده في الجزء السالب عندك سالب متوصل بالسالب، السالب متوصل بالسالب بايه؟ بيشتغل فورورد. فورورد يعني اللي داخله هينقصه. معاك سالب 9 هتبقى كام؟ سالب 8 و6 ماشي. فده مثال تاني. احنا كده خدنا 3 امثله على الديودز لو كانت سيريز، خدنا ديود لوحده وخدنا 2 سيريز وخدنا 2 سيريز، 2 سيريز بوستيف و2 سيريز يعني مقلوبين. هي الموضوع على فكره يعني مش سهل، عشان انا عارفه ان هو سهل، بس هو انت يعني كانه بروسيجر بتمشي عليه. معاك ديود ومعاك سيجنال، بتشوف بتبص للديود، الديود الواحد بس ده كده هيعمل ايه بالنسبه للسيجنال دي، هيعمل ايه بالنسبه للجزء البوست بتاعها، وهيعمل ايه بالنسبه للجزء النيجاتيف بتاعها، فاهمني؟ وبتطلع سيجنال تمام. طب وانتوا كده بالنسبة لكم السكشن كده خلاص يعني ما بقاش فيه سكشن؟ يعني انتوا كلمتوا باشمهندسة قالت لكم ايه؟ بصوا هو المحاضرة الجاية فيها يعني هتكون هي حل بس طبعا اي ام اسيومنج ان انتوا بقى بصيتوا على الايدل والريجولر، فيعني هنحل اكتر. ولو انتوا عايزين المحاضره تبقى في الكليه يبقى انا شايفه ان يبقى افضل يعني، بس هي الفكره ان الاثنين الجاي اجازه، ف يعني صعب قوي ان انا يعني انا كنت هدي الاثنين، انا كنت عايزه ادي الاثنين حتى لو اجازه، بس الفكره ان لو اديته هو اجازه يبقى لازم يبقى اونلاين. ممكن ماشي، ممكن ما اديش الاثنين. انتوا معايا ولا انا سامعني؟ ماشي. يعني انا برضو بفضل، عشان بس طبعا ما ينفعش جزء السيمي كوندكتور والديود يقع عشان بناخد محاضرات اونلاين، فخليني ناخد المحاضره الجايه يوم الاربع في الكليه، وهتكون كلها مسائل على الديود. لاحظوا ان انا بعد ما هدي المسائل هيبقى في كويز، ف يعني ايه يعني انتوا هتساعدوني ان انتوا تذاكروا قبل ما الميعاد الاربع يجي، وانا بعد كده هدي الايه هدي المحاضره. فيعني لو انتوا عايزين تعتمدوا على المحاضره بس الجايه ماشي، بس يفضل ان انتوا تذاكروا ايه برضو الايدل والريجولار. الكويز هيبقى امتى وعلى ايه؟ الكويز هيبقى على الحاجات اللي بعد الميد تيرم. تمام، هيبقى امتى؟
بص، هو انا بقول انه يبقى الجمعه، بس الجمعه هتبقى بالنسبه لكم بكره العيد. انا عن نفسي ما عنديش مشكله يعني، يعني عادي يعني، عدى علينا عيد كتير يعني، مش حوار يعني. فانا عادي. اعتقد انه عادي يعني. بس هي الفكره، الحاجه الوحيده اللي هتخليني اوقف وما تاخدوش، هو ان انتوا هتكونوا ما خدتوش الديودز في السكشن، فاهمني؟ يعني هتكونوا خلصتوه في المحاضره بس ما خلصتوش في السكشن، فاهمني؟ ايوه بس فهي دي الفكره، ان انا هنخليها بقى الاسبوع اللي بعده. يعني اول ما نبدا في الترانزستور هيبقى الاسبوع ده في كويز كويز على الديود والسيمكوندكتور صح؟ الديودز بس، الديودز بس، مش هندي السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن ممكن نخليها لكويز 3 اللي هو هيبقى تعويضي، او نخليها في الفاينل بقى بس، هو كده كده تمام؟ السوبر بوزيشن واخدينه قبل الميد تيرم. بس بتهيألي ما كانش انكلود في الامتحان يعني، في ناس كانت سايبته وما ذاكرتوش يعني. فانا هحاول اخليه يبقى اما يكون في الكويز، عشان انا عملت كده السنه اللي فاتت، وفي ناس جت في الفاينل قالت لي هي مش السوبر بوزيشن ملغي، لان هي ما شافتوش خالص في كويز 1 ولا كويز 2 ولا كويز 3 ولا مترم، مفترض ان هو ملغي، فاهمني؟ طبعا مش عارفه ازاي المحاضره دي كلها متسجله، بس ما علينا. يعني اهم حاجه اجابه سؤالك، الكويز 3 هيبقى بعد ما تاخده، سوري، كويز 2 هيبقى على الدايوز، وهيبقى بعد ما تاخدوه في السكشن، لازم تاخدوا السكشن الاول، يعني بعد تمام؟ العيد هيبقى بعد العيد يعني للاسف يعني. انا كان نفسي يبقى قبل العيد، بس ده اللي هيحصل يعني. هو ده ما ينفعش يبقى على السوبر بوزيشنز وحته من الديودز حته يعني عادي، جزء يعني قبل العيد وتدخل السوبر بوزيشنز معاه. ما هو انت لغايه دلوقتي ما خدتش الايدل في السكشن، ركز. الايدل نفسه انت ما خدتوش، خدته سيم كوندكتور بس. فلو انت هتاخده الاسبوع بتاع العيد، وده لازم يحصل حتى لو بكره العيد، يعني الخميس والاربع، او شوف انتوا مواعيد السكشن بتاعكم ايه، الاسبوع ده هتاخده فيه سكشن، مفيش حاجه اسمها بكره العيد، ايوه هتاخده سكشن الايديال، تمام؟ تمام بس فهو برضو مش هينفع، مش خلاص هينفع اعمل كويز على السوبر بوزيشن والسيم كوندكتور بس. تمام يا دكتور. فيعني هنحاول ان انا يعني رب يعني لو انتوا عندكم خلفيه الامتحانات امتى؟ هي هتبقى اخر خمسة تبقى في لا نص تمام، شهر ست بداية طالما شهر اخر ستة في نص خمسه شهر. خلاص، تمام، طالما اخر خمسه خلاص يعني. انا نخلص الترانزستور في اول اسبوع من ال من اول من اسبوع من شهر الخمسه. تمام فبالنسبة اللي بيحصل ده، هنحاول نلحق ناخد الشيتات ونلحق ناخد الكوزيا. خلاص تمام يا دكتور شكرا. شكرا لله. خلاص فالدكتور احنا الغد بقى. نعم. الدكتور الترانزستور اخر حاجه في المناهج صح؟ ما بعد شيء اللي هناخد الترانزستور في محاضرتين، والترانزستور ده بقى لازم يكون في الكلية، تمام تمام؟ يا استاذ. ماشي، اتفضل. هو موضوع اصامد متى؟ هو الاساينمنت ده المفروض ما تسالش عليه خلاص، كل اسبوع كل يوم جمعه فيها اساينمنت. هو الاسايمنت اللي فات كان فيه اسايمنت ولا اللي ما كان حضر فيه؟ اللي حضر حضر، اللي ما حضرش ما حضرش. ما انا في انا قايله بعت كده ان كل جمعه هيبقى فيه اساينمنت. اللي الله عرفته دكتور ان بس ما فيش طلبه، يا استاذ ان ما فيش طلبه كتير. الجمعة اللي فاتت دكتور ما كان في السكشن اصلا. دخلنا على الجروب، دخلنا على البلاك بورد، ما لا، ما كنتش فيش حاجه اسمها سيكشن، ملوش علاقه بالسيكشن، ملوش علاقه بالسيكشن. كل جمعه في اساينمنت، لان اصلا بكره الاساينمنت مش اساينمنت في يعني السيكشن. ايه؟ بكره في اساينمنت بكره في اساينمنت كل جمعه طول ما انت ماشي كده في اساينمنت ماشي بكره هيكون في عندي نفس الميعاد. اساينمنت. ما خدناش اساينمنت ايه؟ الجمعة اللي فاتت، ما خدناش اساينمنت اصلا ولا حاجة لا، تبع كان الجروب. في انتوا اللي ما حضرتوش، كان في انتوا اللي ما حضرتوش. ازاي؟ هو الاستاذ ما مش انا كانش بعت اناونسمنت ان هيبقى في اساينمنت 2 يوم الجمعه الجايه الساعه 5؟ ما انا كانش بعت في حاجة. اناونسمنت على البلاك بورد، فجت بقى الجمعه الجايه دي لا، كان في ازاي ما حدش لقى حاجة على البلاك بورد؟ ما كان موجود. ما كان موجود. لا ما كانش كنت موجود انا اللي حاجة. داخله بنفسي دلوقتي وشايلاه من مكانه، وانت ما كان موجود تحت الكورس فايلز او كورس بلان. هو في حد امتحنه طيب؟ لا، ما حدش امتحنه بقى
يعني في مش ان احنا ما عملناش اساينمنت دي حاجه وان انت ما حضرتش دي حاجه يا تانية. دكتور بس هو في سوء تفاهم، احنا مش فاهمين الساينز اللي بنستلم الاساينمنت، لانه اساينمنت 1 كان على سكشن وارسلوه وحلينا في اي يا السكشن حبيبي ما انا واخده بالي، ما هو ممكن يكون يعني ممكن يكون المعيد بعد ما احنا قررنا الحاجه دي ما كلمكش في السكشن بالنسبه للموضوع ده، احنا كنا بنعمل في كل سكشن اساينمنت تمام، بعدين بقى لقينا مش عارفه حاجات كتير حصلت كده، فا لقينا الطلبه بتحضر هنا وبتحضر هنا فاهمني، فلما هو الطالب يحضر في الاساينمنت بتاع الاربع مثلا والاساينمنت بتاع الخميس ونبدا احنا بقى نشوف هياخد اعلى درجه، طب ليه احنا نعمل اساينمنت واحد في ميعاد واحد الطلب كلها تحضر فيه وخلاص، فده اللي احنا قررناه، فقلنا يا جماعه كل اسبوع كل يوم جمعه هيبقى الساعه 5 هيبقى فيه اساينمنت، وبعت انونس كده. المعيد بقى ما جاش في السكشن اللي بعده وكلمك عنه، مش مشكله يعني، مش مشكله انا بعت انونس. ايوه انت بعت اناونس، بس احنا فكرناها على الطريقه القديمه دكتور، عشان كده ما حدش حضر، بس احنا كنا يعني مستنيين على الجروب انه واحد يبعت اللينك عشان نخش. طيب يعني مثلا خلينا نطنش اللي حصل دلوقتي، النهارده الخميس في بكره الجمعه في اسايمنت، طيب الاسايمنت على مفيش ايه؟ كلام على وطيفر بقى، بس هو مش هيبقى على السيمي كوندكتور من قبل اي حاجه، اي حاجه قبل السيمي كوندكتور تمام يا دكتور، هيكون زي الكويز يعني، هندخل على البلاك بورد ونحله زي الكويز صح؟ يا حبيبي. شوف انت حليت اسايمنت 1 ازاي، هيبقى سؤال وهيبقى عليه اسئله وهتعمل سبميت تمام يا تمام يا دكتور. دكتور تمام، هو هيبقى سؤال ان شاء الله سهل يعني، بس هو عامه مش على السيمي كوندكتور يعني يعني من كده بتاع الجمعة اللي اي فاتت، حاجه. هو الساعة 5 ها كده بتاع الجمعة اللي فاتت مش تمام. محسوب؟ لا انا ما قلتش مش محسوب يعني، انا ما اعرفش مين الطلبه اللي حضرت، بس هو هو مفيش كان في اساينمنت وكان في امتحان اتحط ولينك اتحط واتشال بعد ما الوقت خلص، هو مفيش حد حضر ف تقريبا، محدش ما فيش حد اللي حضر انا فكله هيجيب زيرو، فخلاص يعني احنا مش مشكلتنا دلوقتي في اللي حاصل يعني، بعدين نبقى نشوف المشاكل دي، اهم حاجه ان في خلاص ان كونكلوجن في كل جمعه اساينمنت حتى لو كان صباح العيد، يعني الجمعه اللي هي بتاعت العيد دي في تمام يا دكتور. تمام. صحيح تمام، 5 هو ان شاء الله 5 تمام مكتوب 5 ان شاء الله يعني على حسب ما انا فاكره. خلاص يا شباب تمام هندي المحاضرة الجاية يوم الاربع في الكلية ان شاء الله يعني، هيبقى فيه كويز بس بعد ما تخلصوا الديودز في السكاشن والاساينمنت كل اسبوع، وهيبقى فيه كويز تعويضي في الاخر للناس اللي عندها مشاكل في كويز 1 او كويز 2 تمام. تمام ماشي، حد عنده اي سؤال؟ دكتور انا كان عندي مشكله في الكويز وفي كويز 1، مال بعيدا عن التعويض، انا في سؤال كتبت اجابته سالب 94% فاتحسب لي غلط مع ان الاجابه صح. ما هو انا قلت لكم يا جماعه المشكله، ما احنا مش هنقعد بقى ان يعني انا مش الكمبيوتر يعني، انا قلت لكم هو السؤال ده سنسيتيف في 1 2 3، ما ينفعش تكتب مثلا اللي انت لسه قايله ده عباره عن مثلا 5 على 4، ما ينفعش تكتب 5 على 4، انا فاهم، انا كتبته زي ما تكتبه من واحد 10، لو سالب السالب بتبقى بشكل معين، لو هو مثلا 9 من 10 ما ينفعش تكتب نقطه 9، لازم 0 نقطه 9، انا كنت عامل ففي ماشي، ما هو عشان كده هعمل كوست تعويضي فاهمني، عشان كده هعمل كوست تعويضي عشان لو كانت المشكله خارجه عن اراده الطالب هيبقى نعمل له كوست تعويضي. خلاص تمام يا دكتور. دكتور بالنسبه لاسايمنت بكره هيكون على النود اناليسيس والمش اناليسيس صح؟ مش عارفه على ايه، هو هيكون على اي حاجه قبل السيم كوندكتور تمام تمام. تمام شكرا دكتور. طبعا اعتقد يعني في نهايه المحاضره عرفتوا ليه انا ما برضوش اسجل المحاضره، لان احنا كده ايه عملنا حاجات كتيره خالص، فانا عامه يعني هحاول ان انزلها بس مع الوقت تمام تمام ماشي، وهسجلها انا بنفسي وببعتها. ماشي يلا سلام.